السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ الاحترافي مع نعيمة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد ريش بوند أو محبوبة الجماهير. نتمنى أنكم تبعوا معي من الأول حتى الأخر. كتجي غزالة الصراحة، كتجي هشيشة، كتدوب في الفم. تبعوا معي الطريقة والمقادير في نفس الوقت. نبداو على بركة الله. كنحتاج هنايا 4 ديال الزبدة العادية يعني الحيوانية، كنحتاج 4 ديال البيضات الصفر ديالهم مسلوقين أكيد، كنحتاج 1 ليمونة اللي محكوكة، اللي ما عندوش ليمون يقدر يدير الحامض، كنحتاج 2 ديال الفانيات، كنحتاج 2 كيسان ديال زيت العنبة، و 2 كيسان ديال السنيدة تكون سنيدة رقيقة أكيد هانتوما تشوفو. حيت كاين جوج انواع ديال السنيده، كاين وحده رقيقه وكاين وحده غليظه، واكيد شويه ديال الملح والطحين. انا هنا عندي نص كيلو، المهم غنشوف على حسب الطحين، وداك الساعه الا ما اكتفيتش بهاد نص كيلو راه غادي نزيد اكيد. يعني انا مولفه كندير بلا عبار، شي علاش ما نقدرش نقول لكم بالضبط. اول حاجه كناخذ هاد الزبده، الزبده تكون اكيد بحراره المطبخ باش تقدر تساعدنا مزيان. غادي ندير شويه ديال الملحه، غادي نخلط مزيان حتى تجمع هاد السنيدة والزبدة مزيان. صافي دابا يعني بقيت كندير حتى ولات بوماد. غادي نزيد هاد جوج ديال الفاني، غادي نزيد الليمون محكوك لان انا درت ليمونة، كتعطي واحد النكهه زوينه الصراحه هاد القشور ديال الليمون. وكما قلت لكم يعني اللي ما عندوش الليمون ما متوفرش ليه يقدر يدير غير الحامض. دابا غنزيد نضيف هاد الصفر ديال البيض، الصفر ديال البيض كيعطي واحد الهشه الصراحه زوينة لهاد الريش بوند. الا بغيتو تحكو يعني تحكو، لكم حرية الاختيار. كما قلت لكم كيعطي واحد لوكو زوين وفي نفس الوقت كيعطي واحد الهشة لهاد الحلة. انتما شتو انا راه بقيت كنخلط ترجع هاد الخليط كريمة. دابا غنزيد نضيف الزيت، واللي بغى ينقص من المقادير يعني يدير غير كاس ديال الزيت يدير. هادي انا كتعجبني بزاف داكشي علاش ضاعت المقادير ديالها ودرت رابعة، يعني اللي بغى يدير يقدر يدير غير نص رابعة، نص كمية نص رابعة مثلا ديال ديال الزبدة مثلا كاس ديال الزيت، كاس السنيدة، واحد الخميرة حمراء، بدل من 4 ديال الصفار البيض يقدر يدير مثلا غير جوج. هادي راه كيعيطو عليها محبوبة الجماهير بطبيعة الحال، تجي غزالة. أنا هادي الصراحة كتعجبني بزاف، أنا على حلوى صابلي بريستيج، ما عنديش مع البريستيج أنا. انا بلديه.
وما كنديرش فيها الخميره لان هي اصلا كتكور صغيره كتنفخ بلا ما ندير ندير الطحين غير خميره هذيك خصك اكثر من نص كيلو حيت مع مني درتها كندير بلا ما نضع كتبقى ديما على حسب الطحين وفي نفس الوقت على حسب الخليط اكيد غنزيد الطحين حيت ما غاديش يكفي صافي انا زدت الطحين هانتوما تشوفوا تقريبا زدتها اكثر من رابعه على داك نص كيلو بحال نقولوا كيلو لا روب وزدتها اكثر كتبقى هي على حسب على حسب الطحين على حسب الطحين كاين الطحين اللي كيشرب كيطحن كي كيجي تجي لينه كتجي لينه صافي انا دابا غنبدا نكورها غنكورها انا راه غير صغيره صافي هانتوما تشوفو انا درتها غير صغيره لان اصلا هاد الشغون كتبغي تكون صغيره هانتوما تشوفو صافي غنبقى حتى نكمل كلشي وغنرجع لكم صافي هانتوما شفتو من بعد ما كملتها غندخلها للفران درجة الحرارة 160 بما طابت وغنرجع لكم صافي من بعد ما طارت هانتوما كتشوفو انا هنا عندي الكونفيتور ديال الحلوى اكيد وعندي الكوك صافي غادي الكونفيتور يكون ديال المشماش صافي غادي يكون جاري اكيد ايه المشمش يكون جاري ديال الحلوى كله كيكون جاري والصراحه نتمنى يتحف الكوك يكون زوين يكون طبيعي بالحال طبيعه الحال حيت الكوك الا ما كانش زوين راه ما غاديش يطلع لكم الحلوى ولا كان قديم راه ما كيعطيش داك كيعطي واحد لوغو في شكل داير واحد المذاق خايب انا اضطريت اني ندير معلقه احسن باش ما نوصلش ندير الفرشات ندير الفرشات احسن ندير الفرشات صافا نتمشوا صافي غادي نبقى حتى نكمل ونرجع لكم وانا رجعت لكم من بعد ما كملتها انتما تشوفوا الشكل ديالها كي داير كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ولاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم.